طب احنا ما ينفعش نسمع استاذ كمال، يعني احنا راجل مادي في ثلاث ايام بيطلع فلوس ما نسمعوش يعني. ممكن اقدمك ولا عزوك ولا ايه؟ ايوه تعالى عشان اقدمك. هقدمك بحاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بس المعاطي النبي قرآن بيمشي هو خير المرسلين هو نوري هو شمسي النبي صادق أمين الزمان يشهد إن شب عينه ومعجزاته الحصى صبح في يده انطفت نار ولاده الحصى صبح في يده انطفت نار ولاده صلى الله عليه وسلم محمد الرسول هذه هذا المهرجان الجميل وربنا يكمله بالنجاح ان شاء الله المهرجان السنه الجايه هكون معاكم ان شاء الله وزي ما قلت بقولها تاني خلاص الكمال اللي عملته الروح في الجديد وكان ليا من هذا الصحيح حسن الله ومن حق الرب في الجديد طبعا اللي انا بقوله برضه ما زلت تحت الفيزا تحت امرك ان شاء الله لسه على وعد معاه ان احنا نجيب الاعضاء الموجودين والمعبدين والصديق بابا والفيلم ده جت جدا والاستاذ حسن المثال ده يجيبوا موضوع السجلين يوم نعمل يوم احتفاليه خاصه ان شاء الله او احتفالا بنجاح هذا المهرجان يوم فيك عدي مرافقه اختار كفانا فشاء واللي قال له في الدنيا ان شاء الله ان شاء الله اتفضل مسك كتاب الندوه استاذ شاعر الغالي وإن الماضي بيعود وأحس في أنفاسي التنهيدة وأسمع آهات بدون صوت أيوة بحس إني جوه بلاد النوبة وإني بخطي فوق أراضيها وماشي جنب بيوتها وتحت ظلالها كنت بظن إن كل أشجارها غرقت ومعادش ليها وجود ولما سألت عن رفات الجدود عيون اللي سألتهم دمعت جاي بعد 60 سنة تسألنا هم فين ده احنا كنا مش موجودين او لسه مولودين او الكبير مننا سنه ما وصلش 20 الحكاية اللي سمعناها من أهلنا أو اللي كانوا شهود عيال لسه فاكرين الجريمة اللي اتعملت في حقنا في حق كل النبيين يوم ما أخذوا غصب عننا أرضهم وأصبحوا من بعدها متفرقين اللي راح شمال واللي راح جنوب واللي شرق واللي غرب وكانت حكايتهم تقطع القلب بيوت اصبحت مهجوره للاشباح وسابوها تغرق وتغوص الحكايه مش مجرد صور او قصص حكايه ناس كانت عايشه سلبوا الحياه منهم سابوا مصدر رزقهم انضحك عليهم لانهم كانوا طيبين قالوا لهم لو فضلتم هتغرقوا لكن لو مشيتوا هترجعوا بعد ما نبني سد ناس منهم قالت لا
مرضيوش يمشوا أو يبعدوا، كانوا كام من ضمن كام، قطعوا عنهم كل المدى رحمة الله عليهم، ماتوا جنب أرضهم وبيوتهم. أيوة لازم نترحم عليهم ويتذكر أسمائهم ونقول عليهم هم دول الرموز، ونسلط الضوء عليهم ونذكر سيرتهم وصبرهم. كانوا مستنيين قبل ما يرحلوا ان ولادهم يرجعوا. ماتت الاحلام في الثمانينات، والسادات كمال مات، وماتت معاه الامنيات، والحاج عوض قال عليه العوض لما قال لهم ابوكم مات. كام سنة بعدها عاشت الناس في النوبة أمرت.